تواجدت السوق بالفترة بلندن، حيث كشفت آنذاك عن تحضيرها لمفاجأة جديدة من هناك راح تصدم متابعينها. فكشفت السوق قبل ساعات أن موعد الإعلان عن سر المفاجأة قد حان، وحتعلن عنه بعد ساعات قليلة. فشو هي توقعاتكم بخصوص مفاجأة السوق؟ نورمار أيضا قام اليوم بتصوير مفاجأة جديدة، فشارك بعض من كواليس التصوير مع متابعينه، وكشف أنه راح يعلن عن المفاجأة قريبا جدا. اختفاء أنس مروان ومشاركة أصالة المالح لستوريات على انستغرام ظهرت فيها لحالها في الساعات الماضية القليلة أقلق المتابعين وبشدة عن أنس. لا يظهر أنس من خلال آخر ستوري لأصالة بصورة تجمعهم ببعض من بعد مشاركتهم لفيديو جديد على قناتهم الإنجليزية، والصور على حسابهم أنس زالا فاميلي على انستغرام. فالظاهر أنه أنس حابب يأخذ استراحة بسيطة من السوشيال ميديا من بعد السفرات الكتيرة اللي خاضوها قبل فترة. أسامة مروى متواصل في نشر الحماس على انستغرام بخصوص الفيديو اللي عم يشتغل عليه واللي رح ينزل قريبا جدا على قناته على يوتيوب، واللي من المتوقع أنه جمع كل من أنس صالة، غيث مروان، نارين بيوتي، ونور ستارز وغيرهم كتار من اليوتيوبرز. ومن المتوقع أيضا أنه تم تصويره بأكبر ملعب كرة قدم بقطر. فكم نسبة حماسكم لفيديو أسامة؟ نور ستارز وبلايف انستغرام كشفت السر اللي اخفته عن الجمهور لمدة يومين، واللي كان انها متواجدة بامريكا تحديدا بميشيغان، واكدت انها عم تشتغل على فيديوهات جديدة ومفاجآت كبيرة من هناك. مراسم الاحتفال بتخرج سيدرا بيوتي ما زالت متواصلة بالسويد، فمعروف انه بالسويد انهم يقيموا حفل كبير يكون فيه ريد كاربت وملابس فاخرة واحتفال على موسيقى ورقص. هذا اللي شفناه من خلال ستوريات سيدرا وايضا من خلال فيديوهات نارين بيوتي سابقا، لحظة تخرجها ولحظة تخرج اخوها شيرو. فظهرت سيدرا مع شاب خلال الحفل، وطلعت اشاعات كثيرة زعم فيها البعض أنه بيكون خطيبها، خاصة من بعد ما نشرت سيدرا هالصورة قبل فترة على انستغرام واللي أظهرت فيها خاتم بإيدها. ولكن الحقيقة هو أن الشاب عبارة عن صديق لها فقط، وكل إشاعات خطوبتها خاطئة، فسيدرا لساتها بعمر صغير عن الخطوبة والزواج. نارين بيوتي ما توجدت بحفل تخرج سيدرا لأسباب عديدة، واللي من بينها عملها، حيث عم بتحضر لمفاجأة كتير كبيرة رح تعلن عنها قريبا جدا. وغيث مروان كمان صرح أنه عم يشتغل على مفاجآت جديدة، وحيكون بالأيام المقبلة عدة تغييرات، واللي من بينها انتقاله لبيت جديد بدبي.